بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، وأدخل السرور على قلبه، واجزه عنا خير الجزاء. اللهم شفعه فينا، وامدنا ببلده، ونورنا بأنواره، وخلقنا بأخلاقه، أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلة الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا في الخميس الماضي بدأنا في فصل في أحكام الرهن، ونقرأ ما فيه في الهامش. قال: فصل في أحكام الرهن، وهو لغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول، وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف. وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. واحترز المصنف بالديون عن الأعيان، فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم، وعن الثمن مدة الخيار. ونقف عند هذا الحد، نحاول نقرأ حاشية الشيخ البيجوري فيما قرأناه. كنا في الخميس الماضي تكلمنا بالتفصيل معنى الرهن شرعا ولغة، والمحترزات، وأركان عقد الرهن. يعني الرهن عقد كالعقود، الرهن عقد والعقود كثيرة. ونزلت آية سورة البقرة، سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء بالعقود واجب. قبل العقد أنت في حل من أمره، لكن بعد العقد وجب عليك أن تلتزم بالعقد. يبقى الشيء المباح قد يتحول إلى واجب بالعقد، ويتحول إلى واجب بالنذر، ويتحول إلى واجب بحكم الحاكم. يبقى متى يتحول المباح إلى واجب؟ في ثلاث أحوال: حالة أن تنذر المباح على نفسك، كان تقول مثلا: لله علي أن أقرض فلان قرضا في بناء مسجده، فصار نذرا. أنت قبل ما تقول تنذر كان مباح لك تعمل أو ما تعملش، تساعده في بناء المسجد أو ما تساعدش، أنت حر. لكن مجرد نذرت وجب عليك. أقول لله علي أن أطعم مثلا الطلبة اللي هيحضروا الدرس النهاردة، قبل ما أنذر أنا مباح أطعمهم أو ما أطعمهمش، دي عادي، حتى هم مش منتظرين، هم جايين ياخدوا الدرس. لكن إذا نذرت صار واجب علي أن أنا أعد لهم طعاما، وأن أنا أكلهم، وإلا أأثم شرعا لأن أنا نذرت على نفسي. فيبقى المباح يتحول إلى واجب بالنذر. أنا يباح لي أن أنا أصلي على النبي في أي وقت شئت، قبل ما أنام، أما أصحى من النوم، بعد الصلاة، بين العصر والمغرب، وقت راحتي، أصلي على النبي في أي وقت. لكن أنا ألزمت نفسي
لله علي أن أصلي على النبي قبل أن أنام يوميا 100 مرة، صار واجب علي أن أفعله. لكن قبل كده كان مباح إن أنا أنام وما أصليش على النبي هذا العدد، ممكن أصلي عليه مرة وخلاص أو مرتين 10 لحد ما يكبس على النوم وخلاص. لكن أنا ألزمت نفسي بنذر فصار المباح في حقي صار واجب. واضح؟ كذلك العقد، أوفوا بالعقود. قبل ما أنا أشتري منك مش واجب علي أدفع لك ثمن الحاجة، ولا أنت واجب عليك تسلمني المبيع، مفيش واجب عليك حاجة، كل واحد حاجته معاه، البائع معاه البضاعة بتاعته والمشتري معاه الثمن في جيبه، خلاص مفيش مشاكل، كل واحد ماشي في سكته. لكن مجرد عملنا عقد وجب علي أن أعطيك الثمن وأن تعطيني المبيع. واضح؟ فصار واجبا، يبقى العقد يوجب المباح. وكذلك حكم الحاكم لنظام الحياة، يجي الحاكم يقول لك مثلا احنا هنتفق ان الإشارة الخضراء العربيات تمشي، الإشارة الحمراء العربيات تقف علشان نمنع الحوادث، وإلا الناس هتتعور وتتعطل مصالح، يا اما يحصل حادثة فالناس تصاب، او ان العربيات تتدخل في بعضها فيقف المرور فتتعطل مصالح الناس. فبناء على هذا النظام جاء الحاكم قال لنا انا هعمل اشارات المرور علشان انظم الطرق، يبقى واجب علينا اننا نلتزم باشارات المرور. شرعا واجب، قبل ما كان يحكمها الحاكم كانت في دائرة المباح، لكن لما حكم بها الحاكم صار واجب شرعا. واضح؟ يبقى الاشياء المباحة تجب شرعا بثلاثة احوال، بالنذر او العقد او حكم الحاكم. واضح؟ فهنا الرهن برضو عقد من العقود، عقد من العقود يفتقر الى عاقد اللي هو راهن وايه ومرتهن، ويفتقر الى صيغة ايجاب وقبول، ويفتقر ايضا الى مرهون به ومرهون عليه. يبقى دي هي دي أركان عقد الرهن، عشان تعرف عقد الرهن ماشي ازاي. ده اتكلمنا على ده بالتفاصيل في الجمعة في الخميس الماضي، النهاردة هنتكلم على ضابط المرهون. أنا حرهن شيء، إيه الشيء اللي يصح رهنه؟ إيه الضابط؟ هل أي حاجة كده يصح رهنها؟ ولا لازم المرهون ده يعني يتوفى فيه شروط معينة؟ فهمت؟ هو ده الضابط اللي احنا هنتكلم عليه. ضابط المرهون يعني الشروط التي يجب أن تتوفر في المرهون ليصح رهنه. واضح؟ والرهن هو عبارة عن عين مالية، زي ما قلنا عين مالية يعني متمولة، يعني لها قيمة مالية، وعين يعني متعينة عارفها، يأخذها المرتهن، يأخذها المرتهن من الراهن لضمان دين في الذمة، عشان يضمن دينه، بحيث لو ما استطعتش انك تأدي الدين يبيع العين دي وياخد منها دينه. واضح؟ هي دي اصل الرهن. طب ايه بقى الحاجة اللي هي تصح ان ترهن؟ هي ده اللي اتكلم عليه، ضابط الرهن. فبيقول ايه بقى قوله، وذكر المصنف ضابط المرهون، المرهون اللي هو ما يوضع وثيقة ضمان عند المرتهن من الراهن. واضح؟ أي والمرهون به كما هو في نسخة كذلك، لأن في نسخ تانية ضابط المرهون والمرهون به، عشان يتكلم على الدين كمان. احنا عندنا حاجتين، مرهون ومرهون به اللي هو الدين. ففي بعض النسخ قال ضابط المرهون والمرهون به، عشان يجيب لك ايه اللي هو مقابل المبيع والثمن في عقد البيع. في عقد البيع عندي مبيع وثمن، عندي ضابط للمبيع وضابط للثمن. كذلك عندي في عقد الرهن عندي ايه، مرهون به اللي هو الدين، ومرهون اللي هو الوثيقة. واضح؟ أي والمرهون به كما هو في نسخة كذلك، ففيه اكتفاء على النسخة الأولى. يبقى ما يقول إيه،
وضابط المرهون وسكت في بعض النسخ من باب اكتفاء ذكر واحدة اكتفاء بالثانية، زي ما تقول ايه، لا يدخل الجنة احد الا ان يقول اشهد ان لا اله الا الله يعني ومحمد رسول الله، يعني كأنك بتذكر شقي الشهادة احد شقيها وتقصد انه واحدها ما يكفيش. فهمتني ازاي؟ من باب الاكتفاء، يسموه الفقهاء من باب ايه؟ الاكتفاء. زي ما اقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يبدأ بالحمد لله رب العالمين، يعني الفاتحة، مش يقول الحمد لله رب العالمين ويركع، لا، يعني الفاتحة من باب الاكتفاء. فهمت بقى؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، فذكر لا إله إلا الله من باب الاكتفاء. طب وعرفنا منين؟ لأنه أجمع الناس على أن الإنسان لو اعتقد لا إله إلا الله ولم يعتقد نبوة نبينا كافر. واضح؟ فهي من باب الاكتفاء. هنا برضه يقول لك من باب الاكتفاء، بعض النسخ قال إيه ضابط الرهن المرهون ولم يذكر المرهون به من باب الاكتفاء، زي تقيكم الحر وتقيكم بأسك، مش كده برضه؟ طب والبرد؟ ده البرد إحنا محتاجين إننا نتغطى برضه ونلبس، يقول لك من باب الاكتفاء الحر والبرد. فقال الحر وسكت، سكت ليه؟ يعني يقصد معه البرد. فهمت بقى؟ يبقى في حاجة في لغة العرب يسموها من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد لازمي الشيء الذي يقتضي ملزومه. يبقى شيء وليه ملزومه مرتبطين ببعض، فيقوم يذكر أحدهما اكتفاء ويقصد جملة الاثنين. واضح؟ هنا بيقول إيه؟ أي والمرهون به كما في نسخة كذلك، ففيه اكتفاء على النسخة الأولى، لأن المصنف ذكر ضابط المرهون بقوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، دي قاعدة، لأن كل ما يجوز بيعه يبقى متمول له قيمة مالية، وإحنا قايلين إن المرهون لازم يكون له قيمة مالية لأنه وثيقة بدين، فيبقى كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، لأنه قد يقول الرهن للبيع عند عدم إيه؟ القدرة على السداد، فيبقى لازم يبقى يجوز بيعه. يعني ما ينفعش أرهن عنده كلب، كلب صيد معلم، قد يكون مكلفني كتير الكلب ده، مكلفني آلاف الجنيهات لحد ما علمته، وكلب فخم كده ماله هدوم بيهوهو بكل اللغات وحاجة كده جميلة ليه قيمة، لكن احنا عندنا ثمن الكلب باطل لا ثمن له، فما ينفعش أرهنه عنده. واضح؟ يبقى لازم تكون حاجة متمولة. نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، حديث البخاري، نهى النبي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، يبقى ما ينفعش أرهن عنده كلب ولو كلب صيد معلم فخم كويس. واضح ليه؟ لأنه ليست عين مالية. لكن ممكن أرهن عنده حصان، حصان، لأن الحصان أبيعه، حمار، حمار أبيعه. فهمت؟ لكن ينفع أرهن عنده 100 صرصر؟ ما ينفعش، لأنه ملوش قيمة، هو الصرصر بيتباع، ده مش عين مالية، لأنه حشرة مستحقرة فلا يجوز بيعها ولا اقتنائها. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى عشان كده هنا بيتكلم كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وتروح بقى هناك فيما يصح ان يكون بيعا في المبيع، في عقد البيع تعرف ايه هي بقى الحاجات اللي يجوز بيعها، تحطها في ابواب الرهن تبقى هي نفس الشروط. واضح الكلام؟ وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وضابط المرهون به بقوله في الديون، ما ينفعش في الأعيان، هنقولها ليه بعد كده، لازم يبقى دين في الذمة. فلو صرح بذلك الشارح لوفى بما ذكره المصنف صريحا، والضابط بمعنى القاعدة، أما يقول لك الضابط في الشيء يعني قاعدة الشيء، القاعدة التي لا يشذ عنها. أما تقول لي إيه ضابط المرهون يعني قاعدة المرهون، تقول أن يجوز بيعه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، دي قاعدة. فهمتني بقى ازاي؟ ادي معنى الضبط. قوله وكل ما الى اخره بفصل ما عن كل، احيانا تكتب كلما، تكتب اللام ميم الف لازقين في بعض كلمة واحدة، واحيانا تكتب كل لوحدها ومال لوحدها منفصل كلمتين.
فهمتني ازاي؟ امتى تبقى متصلة وامتى تبقى منفصلة؟ املاء، لما تبقى ما موصولة. لكن لو كانت ظرف تتكتب كلمة واحدة، كلما، كلما جئتني اكرمتك، يبقى اكتبها كلمة واحدة. اروح لازم اللام في الميم مع الالف، لان ده ظرف. كلما جئتني مثلا ايه، اعطيتك كذا، يبقى ده ظرف. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما تبقى تتكتب موصولة. واضح؟ ان لكن كل ما يجوز بيعه، ما هنا موصولة، يعني كل الذي يجوز بيعه يجوز رهنه، يبقى ما هنا موصولة. فهمتني ازاي؟ اسم موصول، فيبقى لازم تبقى كل دي مبتدأ وما بقت منفصلة عنها. واضح؟ فهمت بقى؟ فعشان كده كل ما جاز بيعه تكتبها ازاي؟ تكتب كل الوحدة وتكتب ما منفصلة. واضح؟ بفصل ما عن كل. واضح؟ لأن كل مبتدأ وما موصولة أو نكرة موصوفة، وجملة جاز بيعه صلة أو صفة. لو قلنا ما موصولة تبقى صلة الموصول، ولو قلنا ما نكرة تبقى صفة ليها. وجملة جاز رهنه خبر، يعني لما نقول كل مبتدأ خبرها ايه؟ جاز رهنه. امال ما جاز بيعه؟ ده اسم موصول وصلته، او نكرة موصوفة. واضح؟ بفصل ولا توصل بها الا ان كانت ظرفية. لا توصل يعني ما مع كل الا اذا كانت ايه؟ ظرفية، كما في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم. فوصلها هنا في كثير من النسخ خطأ من جهة الرسم. كل ده بيقول لك ان بعض النسخ كاتبينها موصولة، ويقول لك ده خطأ من جهة الرسم، خطأ من الكاتب يعني. وقد ذكر المصنف قاعدتين، احداهما بالمنطوق وهي كل ما جاز بيعه جاز رهنه. ايه هو المنطوق؟ هو دلالة اللفظ ايه؟ حال النطق. طب ايه المفهوم؟ دلالة اللفظ عند السكوت، يعني مفهوم يتفهم. اما اقول لك ايه؟ اما اقول لك نحن الان نجلس في المسجد، منطوق، دلالته المنطوقية بتبين مكان جلوسنا في المسجد. طب وبالمفهوم؟ اننا مش في النادي، واننا مش في البيت، وان انا مش في المكتب، وان انا مش في اي حته تانيه. فهمتها على طول ايه؟ بالمفهوم. يبقى دلاله اللفظ عند السكوت مفهوم، ودلاله اللفظ عند النطق منطوق. واضح؟ فهمت بقى ازاي؟ فلما يقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه، يبقى بالمنطوق فهمت، وفهمت بالمفهوم ان كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فهمت ازاي؟ يبقى بالمفهوم فهمت منها قاعده تانيه. فهمت؟ وقد يكون المفهوم مفهوم موافقة، وقد يكون مفهوم مخالفة. والموافقة قد يكون أولوي، وقد يكون مساوي، وقد يكون أدنى. تفاصيل في علم الأصول تقعد بقى تدرسها في علم الأصول. لكن هنا خلينا في كلام الشيخ عشان تفهم كلام الشيخ ماشي مرتب ازاي. وقد ذكر المصنف قاعدتين، إحداهما بالمنطوق وهي كل ما جاز بيعه جاز رهنه، والأخرى بالمفهوم وهي كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في الغنم السائمة زكاة، حديث كده، في الغنم السائمة زكاة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفت ان الزكاة واجبة في الغنم السائمة، وفهمت بالمفهوم انها لو لم تكن سائمة لا زكاة فيه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لو كانت معلوفة لا زكاة فيه، لأن السائم اللي هو بيرعى في كلا المباح، ما بيكلفش صاحبه حاجة. واضح؟ دي اسمها السائمة. يبقى الصوم شرط في زكاة الغنم. واضح؟ لو لم يوجد صوم، يعني في علف وتكلفة
يبقى مفيش ذكر. واضح؟ عرفتها منين؟ بالمفهوم. لما قال في الغنم السائمة زكاة فهمت على طول أنها لو لم تكن سائمة، عكس السائم إيه؟ المعلوف. يبقى وفي الغنم المعلوفة لا زكاة. فهمت بقى إزاي؟ يسموه مفهوم مخالفة هنا. هنا مفهوم إيه؟ مخالفة، لأن فيه بالنفي. أحيانا يكون المفهوم مفهوم إيه؟ موافقة. زي ما يقول لك مثلا إيه؟ ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تأكلوا مال اليتيم، يعني ممكن ألبسه؟ أجيب مال اليتيم وأشتري هدوم؟ هو النبي ربنا قال ما تاكلوش، لكن ما قالش ما تلبسوش. طب ممكن أحرقه؟ هو قال لي ما تحرقه، قال لي ما تاكلوش، لكن ممكن أحرقه. فهمتني إزاي؟ لا، يبقى لا تأكلوا يعني معناه لا تأخذ مال اليتيم في أي شيء لمصلحتك بلا مقابل. وعبر بالأكل لكثرة تكرره، ويقصد مطلق ضياع مال اليتيم. يبقى عندي هنا إحراقه بمفهوم الموافقة منهي عنه، إتلافه بمفهوم الموافقة منهي عنه. ده مفهوم موافقة مساوي، لأن أكل مال اليتيم يساوي إهلاك مال اليتيم سواء بسواء، ويساوي إحراق مال اليتيم، وسواء استعماله في شراء العقارات وغير ذلك لمصلحة الولي. كل ده منهي عنه من كلمة لا تأكلوا مال اليتيم. واضح؟ ده يسموه مفهوم موافقة، مفهوم موافقة، موافق. زي بره ما يقول إيه؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى ممكن اضرب ابويا وامي بس ما اقولش اوف. ينفع الكلام ده؟ يتفهم منها كده؟ اصل ما قالش ولا تضربهما، ده قال ولا تقل لهما اوف. انا هضربهم لكن مش هقول اوف وانا ساكت. كده انا بنفذ الايه؟ لا، يبقى انا مش فاهم بقى العربي. لان الاوف هو اقل الايذاء، فاذا نهى عن اقل الايذاء يبقى ما جاوزه من ده باولى. يبقى الضرب مفهوم موافقه اولوي، أولى من الأف. ليه؟ لأن إيذاءه أقوى. فهمت بقى إزاي؟ يبقى في مفهوم موافقة قد يكون مساوي، وقد يكون أولى، وقد يكون أدون. طب ولا تقل لهما أف، لكن ممكن أبص لهم بصة مش اللي هي، يبقى منهي عنها. مفهوم موافقة أدون لكنه منهي عنها. هو أقل من أف من حيث الأثر، لكن يؤدي نفس معنى الإيذاء. فإذا نظرت إليهم نظرة ما تلقش برضه ما ينفعش. فهمتني إزاي؟ يبقى ده، يبقى عندنا إحنا مفهوم. المفهوم هو دلالة اللفظ عند السكوت، قد يكون موافقة وقد يكون مخالفة، وقد يكون أولوي وقد يكون مساوي وقد يكون أدون. فهمت بقى إزاي الحكاية؟ عايز التفاصيل اقعد في درس أصول تفهمها، لكن دي كلها مقدمة بسيطة عشان تفهم كلام الشيخ بس. أي منطوق؟ هل بقى دلالة مفهوم المخالفة دلالة شرعية ينبني عليها حكم أم لا؟ بالإجماع دلالة الموافقة، مفهوم الموافقة ينبني عليه حكم بالإجماع، لكن مفهوم المخالفة فيه تفصيل ومذاهب. هل أستدل بحكم شرعي على مفهوم المخالفة أم لا؟ والغالب أنه يستدل به إن كان هناك قرائن، إن كانت هناك قرائن. فإن لم تكن هناك قرائن لا يستدل به، لأنه ذروني ما تركتكم، مش النبي قال كده ذروني ما تركتكم؟ فإذا ترك النبي ذكره يبقى معناه داخل في دائرة المباح. ما لم يكن هناك قرينة تثبت أن هنا مفهوم المخالفة معمول به، قد تكون هذه القرينة إجماع المسلمين على مر العصور. فهمت ازاي؟ قد تكون اجماع المسلمين، فيجعلك مفهوم المخالفة هنا سند قوي بفهم الفقهاء على مر العصور. فهمت؟ لكن مفهوم الموافقة بالاجماع يستدل به في الاحكام بالاجماع. المخالفة تفاصيل، في 5 مذاهب اصولية اللي عايز يرجع بقى في علم الاصول ومناقشات كل مذهب ودليل كل مذهب وايه الراجح.
فهنا بيقول وبالمفهوم، وهي كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، ويستثنى من قاعدة المنطوق المنفعة. قال لك يستثنى من قاعدة المنطوق المنفعة، والمنفعة دي يجوز بيعها لكن لا يجوز رهنها، يجوز بيعها لكن لا يجوز رهنها. يبقى كل دي كلمة قد يراد بها العموم وقد يراد بها الخصوص. ما هي كل من ألفاظ العموم لكن قد يراد بها الخصوص، زي كل بدعة ضلالة، كل بدعة دي من ألفاظ العموم، يبقى معناها كل شيء مستحدث يبقى ضلالة، يعني عامة تماما كده زي ما فهمها بعض الناس ضيق الأفق، ولا معناها كل بدعة إن كانت مخالفة لشرعي فهي ضلالة مقيدة؟ مقيدة بيه بأدلة أخرى، اللي هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقيدها، خلى كل صارت من ألفاظ العموم في حقيقتها، لكن في هذا الحديث صارت قيد مقيدة، فمش عامة. من سن سنة سيئة فله وزرها، ومن سن سنة حسنة فعليه أجرها، فدل على أن هناك إنسان ممكن يعمل أفعال جديدة مستحدثة وتكون حسنة من قبل الشرع ويكون له أجر فيها. فتكون كل هنا كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة مستحدثة مخالفة لما جئت به فهي ضلالة. عرفناها منين؟ من الأحاديث الأخرى بقراء أخرى وهكذا. زي ما يقول لك مثلا إيه، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، في الأحقاف مش كده برضو؟ الأحقاف هي قال لك تدمر كل شيء، يعني كل الكرة الأرضية، كل المجرة، كل الأكوان، ولا هي قرى عاد بس؟ قرى عاد بس. يبقى تدمر كل شيء، فهي لفظ كل عام، إلا أنه هنا مخصوص بقرى عاد. عرفناه منين؟ من دلالة السياق والسباق، من دلالة السياق والسباق. يبقى كل من ألفاظ العموم إلا أن تدل بقراء أخرى أنها ليس يراد منها العموم. هنا برضو كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل لفظ عام. طيب المنفعة يجوز بيعها، المنفعة يجوز بيعها مش كده، لكن يجوز رهنها. زي إيه؟ العلامة التجارية، مش العلامة التجارية ما تبقى مشهورة بتبيعها فبتنتفع بالشهرة اللي هي حققتها وتبيعها، فدي لا يجوز رهنها، العلامة التجارية لا يجوز رهنها، وإن كان يجوز بيعها لأن دي انتفاع. واضح؟ فهمت بقى؟ يبقى كل ما جاز بيعه جاز رهنه ليست على إطلاقها، بل مخصوصة بأن المنفعة يجوز بيعها ولا يجوز رهنها. واضح؟ طالما فيها مستثنى تبقى إيه؟ حتى إن بعض العلماء قال لك الاستثناء علامة العموم، الاستثناء علامة العموم. طالما أنا جبت لفظ واستثنيت منه دليل إن اللفظ ده قبل الاستثناء كان عام يشمل كل شيء، فكون استثنيت يبقى دي علامة إن اللفظ كان عاما في الأول. واضح؟ ويستثنى من قاعدة المنطوق المنفعة، يجوز بيعها كما في وضع الأخشاب على الجدار وبيع حق الممر. وندي مثال بقى الوقتي، ما كانش أيام الشيخ البيجوري بيع العلامات التجارية، دي شيء جديد الوقت ده، بيع منفعة مش كده برضو؟ ولا يجوز هنا، ما يجوز بقى بيع الايه في باب الرهن، ان نرهن المنفعة. واضح؟ كأن يرهن سكن دار سنة، داره سنة، لأن المنفعة تتلف شيئا فشيئا. يقول له أنا هرهن الدار بتاعي تسكنها لمدة سنة، قال لك ده رهن منفعة، ما ينفعش، لأن الدار هتتلف شيئا فشيئا، وقد تتلف يجي زلزال يهدها قبل ما استوفي ديني، يبقى أنا كده ما خدتش إيه فلوس. وقد تنشع المجاري أو تيجي الحكومة توسع الطريق ويجي إزالة وياخدوا الدار دي يشيلوها ويعملوها طريق، يبقى ما ينفعش إن هو يستوثق بدينه وتبقى مرهونة. واضح؟ وعشان كده قال لك ك
كأن يرهن سكنى داره سنة، لأن المنفعة تتلف شيئا فشيئا فلا يحصل بها استيثاق. استيثاق يعني الوثوق من أنه يحصل على دينه. يعني أنا ينفع أشتري منك بضاعة ب100,000 جنيه وادي لك مقابلها تستعمل عربيتي اللي هي تمنها 100,000 جنيه لحد ما ابقى اسدد لك الفلوس، تقوم تستعمل العربيه سنه لحد ما اسدد لك الدين بعد سنه، واقول لك خد العربيه استعملها بس البنزين عليك والصيانه عليك، ما انت اللي هتستعملها وتمشي عليها، مش كده؟ ما يجراش حاجه ان الصيانه عليها واتفقنا، لكن ينفع تبقى رهن؟ ما تنفعش يبقى رهن. ليه؟ لان طول ما بيستعمل العربيه قيمتها بتقل. انا يوم ما اديتها له النهارده كانت قيمتها 100,000، لكن استعملها بعد 6 شهور بقت عربيه قديمه شويه، فبقت ثمنها 80,000 او 70,000، فيبقى مش قد الدين، ما يعرفش يستوثق من دينه. وكل ما يمر الشهور كل ما قيمتها اعلى بتقل لانها بتستهلك. فما ينفعش، ما ينفعش. لكن ممكن اديله العربيه ضمان بس مش رهن، تدخل في باب الضمان وما تدخلش في باب الرهن. فهمتني بقى ازاي؟ اديها له في صوره ضمان، يبقى عندي عقد انقل على عقد تاني. في الحاله دي هروح ناقلها على عقد تاني، مش هخليها في باب الرهن، هخليها في باب تاني غير باب الرهن وهو الضمان. واضح الكلام؟ يبقى عقد الرهن ليه شروطه وضوابطه. افرض مثلا واحد يقول لك طب انا كده مش هعرف استوثق، اقول له يا سيدي ما تخليهاش رهن، خليها ضمان. هقول انا هاخد منك العربيه من باب الضغط عليك علشان يبقى في حافز تيجي تأدي الدين بتاعك. واضح؟ لان اصل ساعات لما يبقى ما فيش اي حافز لاداء الدين ياخده ويمشي بقى. يعني انا كان ليا جوز عمتي رحمه الله كان تاجر، وراجل كان طيب حافظ القران وراجل كويس كويس. فمره كان واحد جاي له بيستلف منه 10,000 جنيه، وانا كنت قاعد معاه، فقام بيقول له ايه اديها لك بس تبوس ايدي. قال له طب وليه الذل ده؟ قال له اصل انا لما حاجه هطلبها منك هبوس ايدك ورجلك وراسك وهتحايل علي لحد ما تديها لي. قام الراجل ضحك. تاجر في السوق فاهم تصرفات الناس، ان هو اسهل حاجه في الدنيا ان الواحد ياخد، لكن اما يجي يسدد صعب قوي. يبقى جاء الرهن علشان ايه؟ علشان يتستوثق انك انت. طب ما فيش رهن يبقى في ضمان، طب ما فيش ضمان في كفيل، في اي وسائل اخرى لضمان اخذ الحق. واضح؟ لكن احنا بنتكلم في الرهن. الرهن ليه شروطه، عشان نخليه في الرهن، الرهن بقى لازم يبقى شروط. المنفعه ما تنفعش رهن لان المنفعه بتستهلك، والرهن لازم يبقى محافظ على قيمته. واضح؟ استعملها منفعة، ما انا هقول له استعملها لحد ما هي سيارتي وباسمي، مش بيعمل له تنازل، ما بقاش بيع، ده انا مدي له مفتاح اقضي بيها مصالحك وبتاع. يعني كده من باب انك انت تضمن انك ضاغط عليا وان انا محروم من سيارتي، ان انا بقى عندي حافز اجي ارجع. فهمت؟ يبقى في الحاله دي ما تنفعش تبقى رهن، لكن ممكن تنفع تبقى ضمان في ايد. هي مش على استعمال على السيارة نفسها، ممكن. بس نبص السيارة بتحفظ قيمتها، حافظة قيمتها ولا هتقل قيمتها؟ يجي بعض الفقهاء يقول لك لا السيارة بتقل قيمتها، لكن العقار ما بتقلش قيمته. فهمتني ازاي؟ أو الحيوان ما بتقلش قيمته غالبا بل بيزيد. يعني ما يبقى عندنا اسطبل خيول فيه 100 فرس وأجي أرهن منهم 10، قيمتهم بتزيد كل ما كده برضه. لكن العربيات قيمتها بتقل كل ما ادمت، حتى لو انا ركنتها في الجراج ما استعملتهاش وجيت بصيت عليها بعد 10 سنين يقول لك ده موديل قديم، مش كده برضه؟ حتى لو ما استعملتهاش تفضل موديل قديم. فلا يحصل، علشان كده بيقول لك ويستثنى من قاعدة المنطوق المنفعة، يجوز بيعها كما في وضع الأخشاب على الجدار وبيع حق الممر، ولا يجوز هو هنا كأن يرهن. كان زمان يبقى إيه جدار كده، عامل جدار وعامل بيتك، واحد عايز يسقف جداره جنبك، سقف بيته جنبك،
والجدار ده مشترك بينكم لكنه ملكك انت، انت اللي بنيه وعلى ارضك انت، فهمت؟ فهو مش عايز يبني جدار تاني ملاصق للجدار، هيستهل جدارك ده ويبني جدار تاني ويعمل زي بيت، بقى جدارك ده فاصل بين بيتك وبيته. طب هو عايز يعرش السقف بتاعه بخشب، هيضطر يغرس خشبه في جدارك، تقوم تبيع له حق غرس الخشب، فهمتني ازاي؟ ادي اسمه ايه، غرس ايه الخشب. ما بقتش موجودة الوقت لان نظم المباني الحديثة بتشترط مسافة معينة بين ايه الجار وجاره، على الاقل 2.5 متر فراغ حتى في ملكك قبل البروزات وغيره، يعني القوانين الحالية غيرت هذا، فمش هتجد هذا موجود الان في زماننا ده. وبيع حق الممر احيانا برضو، يبقى انا عندي شارع كده والعمارات اللي على الجنبين ملكي، فصار الشارع ملكي ضمنا، او المنطقة دي كلها الارض دي كلها الواسعة دي بتاعتي ملكي، رحت عامل فيها قسمتها شوارع وقسمتها عمارات، كويس. وجاء واحد تاني عمل عمارة بتاعته بجواري لكن ما يقدرش يوصل لها الا في الشارع بتاعي، هو ما بيع له حق بيع الممر، حق بيع الممر ابيع له بقى مقابل المرور، واضح؟ كل الحاجات دي كانت موجودة زمان في النظم القديمة في المباني، مش موجودة الوقت على اي حال، لكنها امثلة تدرسها وتفهمها. كأن يرهن سكن داره سنة لأن المنفعة تتلف شيئا فشيئا فلا يحصل بها استيثاق، وهذا في الرهن الجعلي. كل ده في الرهن الجعلي، يعني ما أجعله رهنا، إنما الرهن الشرعي نوع من الحجر. الرهن الشرعي ده يعني إيه؟ يعني أنا علي ديون ولم أستطع أدائها، يعملوا لي حاجة اسمها إفلاس، يشهروا إفلاسي ويحجروا على أملاكي، تبقى الأملاك دي مرهونة لسداد الديون، ده اسمه رهن شرعي بقى مش جعل، فاهم؟ او واحد مات وعليه ديون، تفضل التركه مرهونه لا تقسم حتى تسدد الديون، يبقى ده اسمه رهن شرعي غير الرهن الجعلي، واضح؟ بخلاف الرهن بخلاف الشرعي، فاذا مات الشخص وعليه دين صارت تركته ولو منافع رهنا عليه، والدين يجوز بيعه ممن هو عليه ولا يجوز رهنه. المثال الثاني من الحاجات اللي تجوز بيعها ولا تجوز رهنها، دي كلها مستثنى من المنطوق، احنا قلنا المنفعة يجوز بيعها ولا يجوز رهنها، والمثال الثاني فيما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه، من قايل ان كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، في استثناءات. ايه الاستثناء؟ الاستثناء الاول المنفعة، يجوز بيعها ولا يجوز رهنها. الاستثناء الثاني الدين، يجوز بيع ممن هو عليه ولا يجوز رهنه ابتداء رهنا جعليا ولو عند من هو عليه. كأن تفهم كلامه بالمثال، تفهم الكلام بالمثال. كأن يكون له على زيد 10 دراهم ويشتري منه شيئا بدينار ويرهنه 10 دراهم التي في ذمته على الدينار، فلا يصح لأن ما في ذمته غير مقدور على تسليمه. المثال، انت مستلف مني 10,000 جنيه، كويس؟ فجيت انا رحت مشتري منك بضاعة ب5,000 جنيه، وقلت لك على فكرة ما اديهولكش انا الفلوس بقى، هقول لك 5,000 جنيه تمن البضاعة دي مقابل الرهن اللي في ذمتك اللي وديني 10,000، فهمتني ازاي؟ هل يجوز هذه الصورة؟ قال لك لا يجوز. ليه؟ لأن الدين غير مقدور على تسليمه، لكن الرهن لابد أن يكون مقدور على تسليمه، والدين غير مقدور على تسليمه. لا، يعني أنا برهنه حاجة في ذمته مش مقدور على تسليمه، واضح؟ لازم الرهن يكون شيء مقدور على تسليمه، واضح؟ لكن الدين نفسه يجوز بيعه، نفس الدين ده يجوز بيعه. يعني ايه؟ يعني يقول لي مثلا ايه، انت مش عايز مني 10,000 جنيه، طيب يا سيدي اديني البضاعة اللي قدامك دي ب20,000 وخد عليهم 10، واخد بالك؟ او انا اخد منك مثلا البضاعة ام 20,000 وانا ليه عندك 10،
اروح مديك 10 بس، مع ال10 اللي بذمتك بقت ايه تمن البضاعه. فانا بعت الدين هنا، بعت الدين، فهمتني؟ سواء ليك او لتاجر تاني شريك ليك، اقول له باخد منه بقى ال10000 جنيه اللي كانت في ذمتي، تكمله ال20000 لما تبقوا شركاء في البضاعه. فيجوز انا بيع الدين لكن ما يجوزش رهنه. فهمت بقى ازاي؟ ففي صور يجوز فيها بيع الدين لكن لا يجوز فيها الرهن. طب ليه يجوز رهنه؟ لان من شروط المرهون المقدره على التسليم ان يكون مقدور على تسليمه. فهمتني ازاي؟ لكن الدين غير مقدور على تسليمه. وخرج بقولنا ابتداء لما بيقول ايه؟ ولا يجوز رهنه ابتداء، والدين يجوز بيعه ممن هو عليه ولا يجوز رهنه ابتداء. اي ليه ابتداء هنا؟ كلمة ابتداء دي مهمة عشان يمنع الدوام. يبقى لازم ما يكونش البداية كده، لكن ممكن في الدوام يعني شيء يطرأ. كما لو قتل العبد المرهون فتصير قيمته في ذمة القاتل قبل قبضها رهنا مكانه. انا اديته عبد رهن، فالعبد ده واحد قتله، واضح؟ فصار قيمة العبد ده في ذمة القاتل، لكن ما كانش ينفع اقلي قيمة العبد بعد اكله ابتداء رهن، لكن دي تبقى انتهاء او في الدوام لكن في البداية ما ينفعش. اقول له اصل انا كان عندي عبد وفلان قتله وانا رافع عليه قضية وهاخد ثمنه ان شاء الله، ثمن العبد ده بقى رهن عندك. ما ينفعش كده، فهمتني ازاي؟ لكن ينفع اقول له العبد ده خده رهن، يقوم خد العبد ده رهن. العبد ده خرج يتمشى شويه، جه واحد قتله قبضوا على القاتل، فيبقى قيمه العبد رهن، واخد بالك ازاي؟ لانه تم القبض بتاعه في الاول، لان تصح في الدوام ما تصحش في الابتداء. فهمت الصور دي؟ يبقى فتصير قيمته في ذمة القاتل قبل قبضها، لأن القاتل ده أنا لسه فين على ما الحاكم يحكم ويحكم لي بالدية، لسه مش هقبض، لكن هو كان قبض العبد قبل ما يقتل، يبقى صار قيمة العبد رهنا في ذمة القاتل قبل قبض هذه القيمة، لأنه قبض العبد قبل قتله. فهمت يا أستاذ؟ فهمت الصور؟ صح معايا. طيب. وخرج بالجعل الشرعي، اما يقول رهن جعلي يعني مجعول، انما الشرعي يعني بحكم الشرع مش بحكم انا. يبقى الرهن قد يكون بحكم انا باختياري انا، وقد يكون بحكم الشرع لما افشل من سداد ديوني، اما عجلني الاجل فمت او افلست، واضح؟ في الحالتين دول يبقى اسمه رهن شرعي بقى. فإذا مات الشخص عليه دين صارت تركته ولو ديونا رهنا عليه. والمدبر المثال الثالث فيما لا فيما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. بيديك أمثلة. أول مثال بيع المنفعة تجوز ولا يجوز رهنها. ثاني حاجة الدين يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. ثالث حاجة المدبر. المدبر ده عبد. سيده قال له ايه؟ انت حر دبر موتي، انت حر دبر موتي، لانه لقى واد عبد كده كويس وخدمه خدمه كويسه في مرض وفاته فانبسط منه فعايز يكفه. قال له انت تعبت معايا، انت حر مجرد ما اموت خلاص. يبقى اسمه ايه؟ مدبر. كويس. هذا العبد المدبر افرض ان انا اديته الوعد ده وبعدين فجاه قالوا لي انت عايز عمليه والعمليه هتتكلف 20000 جنيه وانا معيش الفلوس، اروح ابيع العبد ده بال 20000. يبقى ممكن ابيع العبد المدبر لكن ما ينفعش ارهنه. يبقى العبد المدبر يجوز بيعه لكن لا يجوز ايه؟ رهنه. واضح؟ والمدبر يجوز بيعه يعني من سيده الذي دبره يبيعه لما يتزنق، لانه يعتبره مال عنده، زي واحد عنده عربيه اتزنق يبيعها وياخد ثمنها. ولا يجوز رهنه لما فيه من الغرر. ليه لا يجوز رهنه وهو مدبر في غرر؟ لأنه ممكن في أي لحظة يموت السيد والعبد يعتق
وهو في ايدي وانا ما خدتش فلوسي ولا ديني، يبقى ايه الضمان؟ فما ينفعش، في غرض، في غش. لان السيد قد يموت فجأة فيفوت مقصود الرهن. والنوع الثالث او الرابع من الامثله التي يجوز بيعها ولا يجوز رهنها، والمعلق عتقه بصفه يمكن سبقها حلول الدين ولم يشرط بيعه قبلها، بخلافه اذا علم الحلول قبلها او كان الدين حالا. المثال ده اشرحه لك، ما اداش فيه امثله. هو لما يكون عبد معلق عتقه على صفه معينه، يعني ايه؟ انا عندي واد عبد كده شاطر في المدارس وبينجح وبيطلع من الاوائل، فقلت له هقول لك ايه، انا هدخلك كليه الطب وتطلع دكتور، وطول ما انت واول ما تتخرج وتاخد الشهاده انت معتوق حر. هو فرحان بيه، الواد شاطر وحلو فرحان بيه، طمران فيه الدراسه، يصرف عليه يطلع من الاوائل وبيدرس حلو. فقال له مكافأة، أنا أول ما يبان نتيجة البكالوريوس بتاعك وتخرجت من كلية الطب أنت عتيق. يبقى إيه؟ علق عتقه على صفة. فهمتني إزاي؟ علق عتقه على صفة. طيب أنا دلوقتي اتزنقت وعايز أرهن مال عندي أو شيء متقوم علشان في دين، احتجت إن أنا أجهز بنتي عايز أجوزها، فروحت دمياط اجيب لها العفش. قالوا لي لا، العفش بتاعها ده 40,000 جنيه او 50,000. العبد ده واد في كلية الطب يعني ثمنه غالي، يوم عارضه بعرضه انه واد تمام، مش عبد كده جاهل، لا ده عبد قيمته 50,000. فهمتني ازاي؟ قد العفش، قد العفش بتاع بنتي. فهل ممكن ان انا أرهنه عند التاجر بتاع العفش؟ أقول له أنا عندي عبد يساوي 50,000، إيه رأيك رهن عندك؟ بس أنا كنت قايل له إنك أنت عتيق عند تخرجك من الكلية، وهو الحمد لله في سنة أولى وكلية الطب دي 6 سنين، وأنا أصلا فترة الدين بيني وبينك 4 سنين بس، يعني هيكون لسه ما اتخرجش، يبقى يصح رهنه، لأن الصفة هنا مش هتحصل اللي هينبني عليها عتقه قبل حلول الدين. فهمتني ازاي؟ لا، ده هيحل الدين قبلها بسنتين، يبقى ممكن ساعتها يهددني ويبيعه لانه لسه ما تعتقش. يعني الدين هسدده، قلت له هسدده لك في خلال 4 سنوات وكليه الطب 6 سنين، والواد ده في سنه اولى وهو هيعتق لما يتخرج، يبقى بعد 4 سنين الواد بقى في سنة رابعة لسه ما اتخرجش، لسه عبد، ممكن يتباع ولا ما يتباعش؟ يتباع، يبقى ينوي رهنه. لكن الصورة الثانية، الواد في سنة 5 فاضل له سنة ويتخرج، ما بيسقطش، ياخد السنة في سنتها، واد شاطر، والدين بعد 3 سنين، وأنا وعدته إن هو يبقى ده ما ينفعش أرهنه، لأن هتضيع ماليته، هياخده وبعد سنة الواد اتخرج بقى عتيق ما ينفعش يبيعه، وبعدين طب ايه المقابل اللي يستوثق الدين؟ ضاع عليه، فده ما ينفعش يبقى إيه. فهمت بقى الصورة؟ يبقى الواد ده يصح بيعه ولا يصح رهنه؟ أنا وعدته إنك أنت ما تتخرج تبقى إيه؟ تبقى حر، لكن في أثناء الدراسة ال6 سنين دي احتجت مال ممكن أبيعه في أي وقت، لكن ما ينفعش أرهنه. فهمتني إزاي؟ فهمت الصورة؟ والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين ولم يشرط بيع قبلها، بخلافه إذا علم الحلول قبلها أو كان الدين حالا. طيب الصورة، فهمت كلام الشيخ بقى بعد ما شرحنا الصورة؟ طيب نيجي بقى إيه للمثال الخامس، فيما يجوز بيع ولا يجوز رهنه. كل دي استثناءات من إيه؟ من التعريف. والأرض المزروعة يجوز بيعها إذا رآها المشتري من خلال الزرع، ولا يجوز رهنها لأنه ربما حل الدين قبل تفريغ الأرض من الزرع، فيحصل النزاع
لا إلى غاية هكذا وجهه بعضهم، هكذا وجهه بعضهم، وضعف بعضهم هذه المسألة وسوى بين البيع والرهن. يبقى المثال الأخير ده في خلاف، بعض الناس قال لك لا يجوز رهن، وبعض الناس قال لك يجوز رهن، اللي هو إيه؟ مثال الأرض المزروعة بزرع لا يملكه مالك الأرض. واضح؟ لا يجوز رهن هذه الأرض المزروعة التي فيها زرع لا يملكه مالك الأرض، واخد بالك إزاي؟ لأنه في الحالة دي ممكن يحل وقت أداء الدين، وأنا أعجز عن أداء الدين، وهو لا ولا أستطيع أن أبيع الأرض علشان أسدد الدين، لأن مشغولة بزرع لم يقطع بعد أنا لا أملكه. واضح؟ فعلشان كده بيقول لك إيه؟ والأرض المزروعة يجوز بيعها إذا رآها المشتري من خلال الزرع، ولا يجوز رهنها، لأنه ربما حل الدين قبل تفريغ الأرض من الزرع فيحصل النزاع لا إلى غاية. هكذا وجهوا بعضهم، وضعف بعضهم هذه المسألة وقال لك لا، أنا رأيي إن يجوز بيعها برضه، يجوز بيعها لأن ممكن أبيعها بالزرع اللي عليها، ودي ثمن الزرع لصاحب الزرع واخد ثمن الأرض منه الدين بتاعي. واضح الكلام؟ فيبقى المسألة الأخيرة دي المثال الأخير، بعض الفقهاء نظر له إنه لا يجوز رهنه ويجوز بيعه إذا كان يقدر يشوف الأرض المزرعة في وسط الزرع، وبعض الفقهاء قال لك لأ، دي يجوز رهنها برضه كمان. يبقى المسألة الأخيرة المثال الأخير فيه نزاع بين الفقهاء. وضعف بعضهم هذه المسألة وسوى بين البيع والرهن، فإن رؤيت من خلال الزرع صح بيعها ورهنها، وإن لم ترى من خلال الزرع لا يصح بيعها ولا رهنها، وهذا هو المعتمد. افرض الزرع متشبك ومش باين الارض، ما ينفعش ابيعها لانه مش شايف الارض، لان من شروط صحه البيع رؤيه المبيع. مش قايلين كده من شروط صحه البيع رؤيه المبيع؟ واضح؟ وهذا هو المعتمد. المعتمد ان الارض المنزرعه ويمكن رؤيتها من خلال الزرع يجوز بيعها ويجوز رهنها. أما الأرض المنزرعة بزرع لا يظهر منه الأرض فلا يجوز بيعها ولا رهنها حتى تظهر الأرض. واضح؟ ده المعتمد. نيجي لقاعدة المفهوم. المفهوم هو ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، ده اسمه المفهوم، ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فيها مستثنى برضه، يعني في أشياء لا يجوز بيعها ويجوز رهنها بالعكس. فهمتني ازاي؟ ادي لك مستثنيات في القاعدة. ويستثنى من قاعدة المفهوم الأمة التي لها ولد، يسموها أم ولد، من غير السيد. الأمة لو كان لها ولد من السيد مالكها خلاص بقت أم ولد، بتعتق بمجرد وفاة السيد ولا يجوز بيعها خلاص، يبقى حررها ابنها، سموها أم ولد. طب افرض الأمة اللي عندي دي الولد اللي عندها ده مش مني أنا، ده أنا جوزتها، ده أنا خدتها جوزتها واد عبد كويس كده بتاع جاري، ويا بخت من وفى راسين بالحلال وجوزتها، والبنت دي راحت مخلفة ولد، فهمتني ازاي؟ وهي ما زالت في ملكي، وأولادها يتبعوا الأم في الرق والحرية ويتبعوا الأب في الإسلام. فهمتني ازاي؟ يعني لو الأمة دي مسيحية واتجوزها عبد مسلم يبقى الولاد يطلعوا مسلمين، مش عبد كمان، حر مسلم، حر ومسلم اتجوزها، يبقى الولادها يطلعوا أرقاء مسلمين. فهمتني ازاي؟ يتبعوا الأمة في الرق ويتبعوا الأب في الديانة. واضح؟ واضح الكلام؟ هتاخدها في أحكام الرق. طيب الأمة دي بقى اللي هي بقى صارت أم ولد، ما هي ما زالت ملكي، والولد اللي منها اللي عندها ده ابنها ده مش مني، فممكن أبيعها برضه هي وابنها، ما هو صاروا ملكي، زي واحد عنده جاموسة وولدت، يبقى الجاموسة وابنها وبتوعه، يقدر ياخدهم في السوق يبيعهم الاثنين، مش كده برضه؟ هي نفس المثال.
فالأمة دي ليها ابن مش مني أنا، ده من واحد تاني، الابنها يتبعها في الرق، فصار ملكي برضه، لأن هي ملكي، الأم ملكي يبقى أولادها ملكي. واضح؟ أهي دي لا يجوز بيعها ولكن يجوز رهنها، لأن ما ينفعش أبيعها متفرقة عن ابنها. فهمتني إزاي؟ ما ينفعش أبيعها متفرقة عن ابنها، يا بيعهم مع بعض يا ما بيعهمش خالص، عشان النبي نهى عن ذلك، إننا إيه نفرق بين الأم وابنها في البيع والشراء في الإيماء، رحمة بالأم والأب والابن. فهمتني إزاي؟ حتى في الحيوان ما ينفعش تشتري بقرة وتسيب بنتها الرضيعة، يا تشتريها هي وبنتها يا تسيبهم الاثنين، ما ينفعش، حرام شرعا. شوف قد ايه من باب الشفقة والرحمة. ملعون من فرق بين ايه؟ بين اثنين، بين حبيبين او اليفين، ملعون يعني من الكبائر. ليه؟ لان نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فهدي لك المثال هنا، ويستثنى من قاعدة المفهوم الأمة التي لها ولد من غير السيد. شوف كلام مهم، كله مهم، لأن لو كان من السيد يبقى لا يجوز بيعها أصلا، بأن كان من نكاح أو من زنا، أو البنت دي مشيت على حل شعرها، حملت الأمة دي وجابت ولد بقى ملكي، برضو الولد ده وابنها، هي وابنها ملكي، بس برضو لا يجوز. إيه؟ هنشوف هنا، من غير السيد بأن كان من نكاح أو من زنا وهو غير مميز. الطفل كمان يشترط إمتى كمان يبقى غير لكن لو الطفل بقى مميز وكبر ممكن أبيع الأم لوحدها والولد لوحده، استغنى. فلا يجوز بيع أحدهما لما فيه من التفريق المحرم، ويجوز رهنه. يبقى الأمة اللي ليها ابن يجوز رهنها ولا يجوز بيعها، ده مثال عكس المفهوم. فهمتني ازاي؟ ويباعان معا عند المحل. حصل ان انا عجزت عن سداد الدين، يروح بايع الام وابنها مع بعض لشاري واحد عشان ما يفرقش بينهم، وياخد منهم نصيبه من الدين، وياخد ويرجع الباقي لصاحب لمالك الامة. واضح؟ ويجوز رهنه ويباعان، يعني الام وابنها معا، معا الاثنين مع بعض عند المحل، عند ايه؟ حلول وقت اداء الدين مع العجز عن ادائه. ويقوم المرهون منهما، ويقوم المرهون منهما وحده بوصف كونه حاضنا او محضونا، ثم مع الاخر، فالزائد على قيمته قيمة الاخر، ويوزع الثمن عليهما بنسبة قيمتهما. فان كانت قيمة المرهون وحده بالوصف المذكور 100 وقيمته مع الآخر 150، فالنسبة بينهما بالائتلاف بالأثلاث، فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن. في الحالة دي هيبقى الأمة مش ابنها، الأمة هي المرهونة ومعاها ابنها، لكن هياخد ثمن الثمن الدين، هياخده منين؟ من ثمن الأمة مش من ثمن الابن. واضح؟ طب وثمن الابن هياخده صاحب السيد اللي هو الاصلي، المالك الاصلي. طب افرض ان الدين كانت هيديك مثال هنا، فاذا كانت قيمة المرهون وحده بالوصف المذكور 100 اللي هي الامة يعني، وقيمته مع الاخر 150 هي وابنها بقت 150، فالنسبة بينهما بالاثلاث، فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن بس. واضح؟ لأن ثمن الأمة التلتين وثمن الابن التلت. فهمتني ازاي؟ واحنا اصلا الرهن متعلق بالأمة، يبقى هيتعلق بثلثي ثمنهم. افرض رخصت الإماء لما باعوها علشان يسدد الدين، فراحوا بايعين الأمة وابنها ب 120 مش ب 150، واخد بالك؟
وهو أصلا كان عايز ياخد المبلغ اللي هو ال100 دينار، يبقى نشوف ال100 دينار صارت كام لما رخصت، بقت 60، يبقى نديله 60، نديله التلتين. فهمت؟ فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن، فإذا بيع معا ب90 فالثلثان 60، وعكسه بعكسه، وخرج بقول ما يجوز بيعه المكاتب والموقوف وأم الولد ونحوها، اللي هو جايبهم ورا بعض بقى. المكاتب، وخرج بقول ما يجوز بيعه، المكاتب ايه؟ خارج، لأنه ما بيبيعوش. والموقوف خارج، وأم الولد خارج ونحوها. وشمل كلامه المشاع، يبقى المكاتب لا يجوز بيعه، لكن المدبر يجوز بيعه. المدبر يجوز بيعه، المكاتب لا، إلا إذا عجز عن سداد إيه؟ نجوم الكتابة. المكاتب اللي هو العبد اللي عامل عقد مع سيده يشتري نفسه من سيده على أقساط، ده اسمه المكاتب. وخرج بقول ما يجوز بيعه المكاتب والموقوف، يعني طول ما المكاتب بيسدد الأقساط في مواعيدها سيده ما يبيعوش، يأثم لو باعه. واضح؟ والموقوف أوقف قطعة أرض على عمل خير معين، ما ينفعش يبيعها خلاص، صارت وقفة. فهمت؟ برضه، فطالما لا يجوز بيعها يبقى لا يجوز رهنها، يبقى الموقوف لا يجوز رهنه. وأم الولد كذلك، لأنها صارت وقفة على ذمته بمجرد وفاته تتحرر، بالشرط لما يبقى الولد من صلبه. واضح؟ ونحوها. وشمل كلامه المشاع، المشاع يعني لما يبقى أنا ليا ملك مع شريك غير مفرز أو مجند، يعني قطعة أرض 5 فدان مزروعة جنينة كده حلوة، أنا أملك فيها 2 فدان في المشاع، والتاني يملك 3 فدان في المشاع. فهمتني ازاي؟ لكن مش عاملين فرز وتجنيب ولا ايه جدار كده ان ال2 فدان دول بتوعي وال3 فدان، لا، ده الجنينه دي 5 فدان احنا الاتنين نملكها مع بعض، انا ليا فيها 2 فدان وانت ليك فيها 3 فدان، يبقى اسمه ملك في المشاع بغير فرز ولا تجنيب. طيب، هل يجوز المشاع ده يترهن؟ ممكن ارهن انا ال2 فدان بتوعي لما اجيب حاجه عشان هما في المشاع؟ هيتكلم عليه. وشمل كلامه المشاع، فيصح رهنه من الشريك وغيره، ويقبض بتسليم كله كما في البيع، فيحصل بالتخلية في غير المنقول. طب هيقبضها ازاي؟ ياخد كل الجنين، صارت مرهونة طالما مشاع، يعني انا رهنت 2 فدان من الجنينة ال5 فدان بس مش متفرزة، تبقى الجنينة كلها مرهونة. شوف قد ايه، خلاص صارت مرهونة. واضح الكلام؟ فيصح رهنه من الشريك وغيره، ويقبض بتسليم كله لأنه مشاع كما في البيع، فيحصل بالتخلية في غير المنقول، العقار يعني ده غير منقول، وبالنقل في المنقول. المنقول احنا الاتنين نملك عربية، يبقى التخلية فيها ايه؟ انها تتنقل الجراج بتاع ايه المرتهن. فهمتني ازاي؟ تروح الجراج بتاعه، يبقى اتنقلت هنا في المنقول. طيب لو كانت عقار او ارض، بالتخلية ان انا اديله مفتاح الارض دي اذا كانت متصورة بسور وليها باب، او ان انا امكنه منها. ولا يجوز نقله بغير اذن الشريك، وفي الحالة دي لازم يستأذن الشريك. واضح؟ فإن نقله من غير إذنه كان ضامنا لحصة الشريك. أنا رحت رهنت الجنينة اللي أنا في ليا فيها 2 فدان وهي 5 فدان من غير إذن شريكي، ورحت اديته مفتاح ايه باب الجنينة، وعرفته بالغفير وقلت له خلاص هو المسؤول عنها لحد ما نبقى نسدد الديون، وما استأذنتش الشريك، ابقى انا ضامن لايه؟ لحصة الشريك. واضح؟ لاني اتصرفت في ماله بغير اذنه. واضح؟ والراهن طريق في الضمان. هي مكتوب عندي الراهن بس هي خطأ بتاعي. انت عندك ايه؟
تمام. الرهن يعني طريق في الضمان، طريقة للوصول إلى الضمان، يبقى الرهن أحسن، لأن أنا عندي الراهن لقيتها العبارة مش ماشية كويس. وقرار، وقرار الضمان على من تلف تحت يده، يستقر الضمان على مين؟ على اللي يتلف تحت إيده، يبقى يده على المرتهن، على المرهون يد ضمان. أنا لما سلمت الضمان ده فضاع منه، اتحرق منه بسبب تقصير، يضمن، واضح؟ يضمن طالما قصر. فإن أبى الإذن، وقرار الضمان يعني استقرار الضمان في ذمة مين؟ على من تلف تحت يده. فإن أبى الإذن، فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض. ممكن يجي الشريك يقول لك لا، ازاي ترهن انا نصيب انا وانت على ده الارض كلها بتاعتنا مع بعض، ازاي انت، طب انا اروح فين؟ فرفض. فهمتني ازاي؟ في الحالة دي لو المرتهن رضي ان يبقى نصيبك في المشاع وتفضل الجنينة في يد الشريك، فان رضي لا بأس، ويبقى يضمن الثمن بتاع القيمة بتاعته لو حصل بيع من وكيل يوكله، يجوز طالما وافق المرتهن. فإن أبى الإذن، فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض. وإن تنازع نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما. افرض تنازعوا، حصل نزاع، الشريك مش موافق وأنا كمان عايز أرهن نصيبي علشان محتاج إن أنا أعمل المشروع الفلاني، فحصل نزاع، نروح للحاكم والحاكم يعين واحد من قبله يقوم بمصالح الحديقة لمصلحة الكل من قبل الحاكم، مشرف زي ناظر وقفي كده من قبل الحاكم لحد ما تنقضي الرهنية، واضح؟ قوله في الديون أي عليها، ما بيقول لك وكل ما جاز بيع جاز رهنه في الديون، في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، في الديون يعني على الديون أي عليها، ففي بمعنى على، فشرط المرهون به كونه دينا ولو منفعة ملتزمة في الذمة بخلاف العين ومنفعتها فلا يصح الرهن على العين. احنا قلنا قبل كده لا يصح الرهن على العين، على الشيء المعين، يعني كان اخذ منك سيارتك مثلا وارهن عندك الجاموسه بتاعتي، ده ما ينفعش رهن، لان الرهن دين، فعلى دين، ده هنا السياره مقابل الجاموسه، ده ما ينفعش، الجاموسه هنا كانك انت بتضمن بيها بس ان انا هرجع لك السياره، فهمت؟ لكنها ما تنفعش يبقى رهن، لان لا يجوز الرهن الا على دين، انما على معين لا، وهنا ما فيش دين، ده انا اديتك الجاموسه وخدت السياره. زي ما تستعير كتاب من المكتبه يقول لك ايه سيب لي هنا 100 جنيه لحد ما ترجع الكتاب، ال 100 جنيه دي اسمها رهن؟ لا، اسمها ضمان، بس ضمان، لكنها ما اسمهاش رهن، لان ما فيش اصلا حاجه في الذمه، ما فيش دين في الذمه، الرهن يكون في دين في الذمه، واضح؟ فلا يصح الرهن على العين ولا على المنفعه المتعلقه بها، لانه تعالى سبحانه وتعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها، واضح؟ ويشترط. طب ليه منقص في الرهن في المداينة ونعممها؟ قال لك لأن الرهن أصلا منع التصرف المالك في ملكه، والأصل أن الملك يتصرف في ملكه، فهو على خلاف الأصل، الرهن على خلاف الأصل، فطالما على خلاف الأصل يبقى ما أقدرش أقيس حاجة غير لم يذكرها الله، لأن لا يجوز القياس في الرخص لأنها على خلاف الأصل. طب الرهن ذكر في القرآن في إيه؟ في المداينة، يبقى ما ينفعش يبقى في غير المداينة، ما هوش أي حاجة تانية تنفع، لا ما تنفعش. طب ليه؟ لأنه على خلاف الأصل، وطالما هو على خلاف الأصل أو على خلاف الدليل لعذر دل على أنه رخصة، والرخص لا يقاس عليه، واضح؟ لأنها على خلاف الدليل، انما ايه بيقاس امتى؟ على ما وافق الدليل، فهمت؟ ودي هتاخدها بباب القياس، تعرف امتى يقاس وامتى لا يقاس.
لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة، مش بيقول إيه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة في الدين، إذا تداينتم بدين. يبقى الآية بتتكلم في الدين، فلو كنا بنتعامل بالدين وإحنا على سفر ومش لاقيين كاتب يكتب يثبت فرهان مقبوضة، يبقى الرهن ذكر في المداينة فلا يجوز في غيره. واضح؟ فلا يثبت في غيرها. ويشترط في الدين الذي يرهن به 3 شروط. الدين اللي عشان هترهن به لازم الدين نفسه بقى يشترط فيه 3 شروط عشان يبقى دين يجوز فيه الرهن. الأول كونه ثابتا أي موجودا، فلا يصح الرهن بغير الثابت، كالدين الذي سيقترضه ونفقة الزوجة التي ستجد، ما ينفعش يقول له ممكن لو سمحت كده تديني 50,000 جنيه رهن وارهن عندك النفقة اللي هي هتجب عليا في الزوجة وانا واجب عليا ان انا اديها 1000 جنيه في الشهر، يبقى هدي لك 50 شهر نفقة 50 شهر، بس لسه ما وجبتش، ده انا هكتب الكتاب لسه بكرة. ما ينفعش. فهمتني ده ازاي؟ لان لسه هتيجي، لازم يبقى ثابت، لازم الدين يبقى ثابت. واضح؟ يبقى ثابت لكن مش هيجي لسه. فلا كالدين الذي سيقترضه ونفقة الزوجة التي ستجب. والثاني أن يكون معلوما للعاقدين، فلا يصح الرهن على غير المعلوم لهما أو لأحدهما. يقول له مثلا ايه، خد العربية بتاعتي دي رهن علشان تبقى تسدد ثمن البضاعة اللي انا هروح اشتريها، لو عجزت عن سددها لمدة 3 شهور طب هتشتري البضاعة بكام يعني، وهتجيبها من عند مين، وهتبقى في حدود قد ايه، مجهول كده ما ينفعش، لازم تبقى الحكاية واضحة، لازم يبقى معلوم للطرفين، الدين معلوم للطرفين. واضح؟ والثالث كونه لازما أو آيلا إلى اللزوم بنفسه، كثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري، فلا يصح الرهن على غير اللازم. أنا لما اشتريت حاجة منك مش كده برضو، ثمن المبيع بقى لازم في حق المشتري، اللي هو أنا لازم أن أنا أدي لك ثمن المبيع، لزم في حقي في زمن الخيار، وانا مختار ان انا ارد البيع ده بالعيب في زمن معين 3 ايام 5 ايام حسب الاتفاق. كويس؟ يبقى في الحالة دي ممكن، لانه هيقول للزوم الثمن، ان انا ارهن مقابل الثمن ده. واضح؟ لانه ده يقول للزوم. لكن ما ينفعش زمن المبيع للبائع في زمن الخيار للمشتري، لان البائع مش ضامن، ما يمكن المشتري يغير رايه ويرجع المبيع تاني. فهمت؟ مش هيقول للزوم، لانه في اي وقت ممكن يرجع له ما يديهالاش. فهمت ازاي؟ الامثله دي عايزه واحد مصحصح، مش تجي لي تعبان وعايز تنام ومش عارف ايه واقعد انا اقول المثال ويتنبح صوتي واصحي فيك طول النهار. ما ينفعش. فصحصح معايا مشايخ الفقهاء، اصل دول بيبقى ايه، يجيبك امثله في حتت كتيره عشان عايز عقل متوقد. هما طريقتهم كده، عقولهم شغاله لانهم كانوا قضاه، بيشتغلوا قضاه، بتعرض عليهم قضايا كتيره في اماكن كتيره في اوقات كتيره، فبي عندهم سعه افق وامثله كتيره، يقعد يديك امثله كتيره بقى، امثله لانه عايشها كل يوم، عايشها في السوق مع الناس. كثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري، الخيار هنا للمشتري، يعني هو لازم من جهة البائع خلاص البيع، لكن المشتري هو اللي ايه، اللي له الخيار، فهيقول للزوم. يبقى في الحالة دي ممكن، فلا يصح الرهن على غير اللازم وغير الآيل إلى اللزوم بنفسه، كجعل الجعالة ونجوم الكتابة. يعني يقول له ايه، بقول لك ايه، هم كاتبين في الجورنال ان اللي هيدل على قاتل الراجل المشهور ده هيدوله 10,000 جنيه مكافأة. طب ايه رأيك بقى تديني
البضاعه دي ومش هديك تمنها، وحرهن عندك المكافاه بتاع الراجل ده لما اقبضها. ينفع الكلام ده؟ اهي دي جعل الجعاله. الجعاله اللي هي المكافاه، او نسميها احنا الحلاوه. الحلاوه واحد مثلا يكون راجل غني قوي، مليونير كده، ولا دلوقتي مليونير يعتبر فقير، في الزمان نقول ملياردير، لان اي واحد عنده شقه فخمه شويه بقى مليونير. طب انا بقيت مليون جنيه الشقه دلوقتي، خلاص حاجه يعني غير. يعني انا سبحان الله بقيت مليونير، تصور حاجه، سبحان الله حاجه والله. لا يوضع سره في اضعف خلقه، لكن نقول ملياردير غفله كده، حاجه سبحان الله. والله انا ساعات افكر اقول ايه ده، يعني بعد ما كنا فقراء اغنانا الله، لكن لما اغنانا الله طلع المليونير ما زال فقير برضه، فالحمد لله على الفقر، الحمد لله. لكن على اي حال، ملياردير سرقوا ابنه من الحضانه، قام الراجل قال حدي 10 مليون جنيه للي يلاقي لي الولد. فانا واخد اجازه شهر من شغلي، قلت ده انا هقعد حلف له مصر زقاق زقاق واخد 10 مليون جنيه، يعني قليله. اسمها ال 10 مليون جنيه ايه في كتب الفقه؟ الجعاله. واسمها عند المصريين الحلاوه، يقول لك حلاوه ما لا الوان. فهمت بقى؟ فهل ينفع جعل الجعاله او الحلاوه اللي هي لسه مش مضمونه خالص تنفع تبقى رهن؟ اقول لك ايه رايك بقى، تديني المحل بتاعك اللي ب 10 مليون جنيه وحرهن لك المكافاه اللي هجيبها لما الاقي الواد بتاع ابن الراجل المشهور ده. فهمت؟ زي في المشمش بالظبط. دي زي ايه؟ يقول له في المشمش بلغه المصريين يعني بقى قابلني، فما تنفعش. فهمت بقى ازاي؟ وغير القايل الى اللزوم بنفسه كجعل الجعاله. جعل الجعاله، جعل الجعاله للمكافاه. ونجوم الكتابه. يقول له ايه، على فكره انا في عبد شاري نفسه مني بيديني كل شهر 3000 جنيه من ثمنه، وفاضل لي في القسط لاقساط 10 اقساط 30000 جنيه. حرهن ال 30000 جنيه دي لحد عندك، لحد ما ينفعش، لان ممكن العبد المكاتب ده في اي لحظه يعجز وخلاص ويفضل عبدي. طب يبقى انت ضمنت ايه؟ فهمتني ازاي؟ ما خدتش حاجه. زي بالظبط في المشمش. ونجوم الكتابة. ولا يصح أيضا على ثمن المبيع في زمن الخيار لهما أو للبائع لعدم الملك فيهما. يقول له أنا هشتري عمارة في الحتة الفلانية بخمسة مليون جنيه، بس لسه ما اتفقناش، ومجرد كلام كده يعني مع بعض ونتفق، وهعدي عليه بكرة اتفرج عليها، وهو هيشاور ولاده، وبعدين برضه أنا هروح أشوف أخبارها إيه والأرض طبيعتها إيه. طب ايه رايك بقى ال 10 مليون جنيه دي بقى تديني بيها بضاعه، ويبقى ثمن العماره رهن. هو العماره اصلا قالت ليك، انت لسه تملكها. ده ما ينفعش يا استاذ خالص. فهمتني ازاي؟ لانه لسه لم يثبت ايه في الذمه. يبقى لازم المرهون الدين يبقى ثابت في الذمه، والرهن يبقى مقدور على تسليمه. قوله اذا استقر ثبوتها في الذمه. ليس هذا قيد، فكان الأولى حذفه، لأنه لا فرق بين المستقر كثمن المبيع بعد قبضه وغير المستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة العين، بخلافها في إجارة الذمة للزوم قبضها في المجلس كرأس مال السلم. هذا إن أريد بالمستقر المأمون من سقوطه لاستيفاء مقابله، وهو أحد إطلاقين للمستقر، وعليه بنى الشارح كلامه وستعلم ما فيه. فإن أريد به اللازم أو الآيل إلى اللزوم وهو الإطلاق الآخر للمستقر، كان كلام المصنف ظاهرا محتاجا إليه، لأنه يشترط في الديون أن تكون لازمة أو آيلة إلى اللزوم كما هو كما مر. يبقى إذا استقر ثبوتها في الذمة يعني إيه؟ أو آيل إلى إيه؟ إلى اللزوم. قوله واحترز المصنف بالديون عن الأعيان، نقف عندها علشان أنتوا كده شكلكم تعني. واحترز المصنف عن الديون بالاعيان. قال لك ايه؟ اصل بيقول لك ايه، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. اما قال في الديون يبقى كانه بيقول لك مش في الاعيان. واضح؟ الاعيان الاشياء المعينه. يوم الخميس القادم ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. في اي سؤال فيما مضى؟ الحمد لله ما بتذكروش ومفيش أسئلة، والحمد لله ده يريحني.
يلا اديني قلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اي اتفضل. هياخد نصيبه، اصل ده عند الافلاس، عند الافلاس لما بيحصل افلاس ويكون يعني انت ليك عندي 10,000 جنيه وانا فلست، واخد بالك، كل ما املكه يساوي 8,000 جنيه، تاخد ال 8000 جنيه وخلاص، هتعمل ايه؟ ما في، هو ده المتاح. فعند الافلاس هتاخد المتاح، فهمتني ازاي؟ فانت المتاح ليك في تمنها تلتينها، تلتين التمن، فان وفى بالدين بتاع خير وبركه. افرض رخصت البضاعة، نصيبك، خد التلتين وسلم أمرك لله، واللي يجي منه أحسن منه، بدل ما يضيع كل الفلوس ناخد جزء من الفلوس، فهمتني؟ بس، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، الشهر.